سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما غادي نبدا الفيديو ديال اليوم كنبغي نشكركم وحده وحده على الدعم ديالكم ليا، على لي لايك اللي كتخليو ليا، شكرا بزاف. بالنسبه للوصفه ديال اليوم هي عباره على الخضر، غادي تكون في الفران. غادي نحتاجو عندنا 3 ديال الخيزويات، 3 د القرعات خضرين، بنجاله، هادو غادي نديروهم بوحدهم. ثم عندنا 3 د البطاطات، حتى هما غادي يطيبوا بوحدهم. وعندنا بصيلة مع جوج ديال مطيشات، حتى هما غادي يطيبوا بوحدهم. بالنسبه للعطر، من بعد ما قطعنا الخضره ديالنا قطعناها كامله رقيقه كيف ما كتشوفوا، خيزو، القرعه، الدنجال، كلشي رقيق. البطاطا حتى هي قطعتها تقريبا واحد نصف سنتيمتر في كل دائره. عندنا البصله ومطيشه قطعتهم اشفار. بالنسبه للعطريه اللي غادي نحتاجو، عندي البزار، الملحه، التحميره، الثومه حكيتها، وشويه ديال الربيع، وزيت العود. في كل وحده غادي نديرو هاد العطريه كامله. الخضره غادي نطيبها بوحدها. غادي ندير الخضره ديالي، غادي ندير الثومه تقريبا واحد فص واحد حكيتو، شويه ديال الابزار، شي نصف ملعقه صغيره بحال هكاك، الملحه كتبقى ديما حسب الذوق، والتحميرات تقريبا واحد تايا نصف ملعقه صغيره غير باش تعطينا اللون. وزيت العود كنديرو كميه مهمه، تقريبا واحد نصف كاس ديال العنبه ديال زيت العود، والربيع. وغادي نخلطوا العناصر كامله مزيان حتى تندمج. كيف ما شفتوا ضفت زيت العود، دابا غادي نخلطهم كيف ما قلت لكم، وغادي نخليهم على الاقل واحد 5 دقائق غير يشربوا لينا هذيك العطريه ديالهم، وديك الساعه غنديروهم في لاطون وندخلهم للفران. نفس الشيء غادي نديروا البصله ومطيشه، حتى هي غادي نضيفوا التحميره، الملحه، البزار، الربيع، وزيت العود، ونخليوها حتى هي في بواطه ونخليوها حتى كتشرب ديك العطريه، غادي ندخلوها للفران. البطاطا حتى هي غادي نديروا ليها نفس الطريقه. نسيت ما قلتش لكم القزبر الكارم، حتى انا ما عنديش تقاد عليا، تقدروا نضيفوا حتى القزبر الكارم اللي هم بثلاثه كيجي فيهم زوين. دابا البطاطا هي نفس الشيء، درت فيها الثومه، الربيع، والعطريه بثلاثه، الملحه، والبزار، والتحميره، ثم زيت العود. وغادي نخليها حتى هي ترتاح واحد 5 دقائق، وعاد ديك الساعه غادي نتلاقاو باش نوريكم باش ندخلوهم الفران. على الفران ديالي درت شويه سخن من قبل. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الغاز راه كيشعلوا الفوق والتحت حتى كيسخن مزيان، عاد كنطفيو الفوق وكندخلوا ليه الخضر. اللي عنده فران ديال الطور فيه الريغلاج ديال الحراره، ديك الساعه كيتحكموا في 220 درجه وكيخليوه يسخن، عاد كندخلوا الخضر ديالنا. كنبقاو مره كنحركوا فيها حتى كطيب، عاد ديك الساعه كنخرج. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا. كيف ما كتشوفوا البصيله مع مطيشه كتجي زوينه مع ديك النسمه ديال زيت العود، والخضيره ديالنا ها هي البطاطا حتى هي كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها. الطبق نقدروا نرافقوه مع اي حاجه، مع الحوت، مع الستيك ديال اللحم، اولا اي حاجه بغينا نديروها. كنشكركم على المتابعه، ما تنساوش ابونا فلاشين الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، وشكرا على المتابعه.